هذا نحن ما سميناه برقع، سميناه جواز الإمارات. البرقع زينة الحرمة، البرقع هو اللي شل الإمارات كلها، لأن هذا نحن ما سميناه برقع، سميناه جواز الإمارات. ظهر عندنا جواز الإمارات يوم رحنا السعودية، قالوا ليش لابسينه؟ قلنا هذا جواز الإمارات. البرقع قطعة من النيل، برقع قطعة من الكيمري، البرقع قطعة من الشربات. هذه الثلاث الشايات نحن نسوي من البرقع. وأحين من قرط هذا البرقع من 35 سنة، أول برقع يبيعونه كان بريال 4 بربية، ومشينا عليه كل ما صرنا وديناه كل مكان، وديناها لندن، وديناها سمعود بالله من شيطان روس، وديناه الكويت، وديناه ظهر هذا برقع الإمارات هو على الدولة. أستخدم أول برقع، وبعدين أستخدم المقص، أستخدم السيف، أحط اللزقة، أحط الشبك، بعدين أجيب الصقلة، عقب شبقنا وزهبنا وحطيناه في بوطي. نسوي مياني ونسوي ضيج، نسوي الوسيع، نسوي البرقع الياسي، أي شيء اللي تباه يستوي من هذا. البرقع الصغير يلبسون البنت اليوم يوم تتزوج، عند الزواج هذا يسمونه برقع مقصص. البرقع المياني تلبس الحرمة العودة الكاملة يعني النصوف، إذا يعني في المثل تطبخ، إذا في المثل حميها في البيت، إذا في المثل حد وياها في هذا الحوي. أول كانت العرب الريال والحرمة هو وإخوانه وعياله كل هو بيت واحد أبوي، هاي الحرمة تسترعى مرها فيه. إذا كانت بس هي تحطب بس الحطاب ولا بس تروي ولا بس مكان، بس البرقع الأكبر ما تطلع غير العين، هذه يستوون في عمرهم. تعلمت هواية، حبيت البرقع، حبيت لأن أهلي لابسينه، ويوم أشوف أمي لابستنه وأشوف أهلي لابسينه يعني أتمنى أنا ألبس مثلهم. أشوفهم ما شاء الله يوم يلبسون البرقع مزيونين حلوين ما شاء الله، لابسين البرقع قصة وجه لتحال الحنة، أنا تمنيت عمري مثلهم، لأن أنا أخذت منهم من يدتي من أهلي عماتي، يعني أنا أخذت منهم. أنا أتمنى عمري دوم أسوي البرقع وألبسه، لكن كنت أنا صغيرة وما أفتهم، بس يوم أشوفهم أفرح فيهم. تمت هوايتي أزيد شف البراجع. الحين أنا يوم قبضت البراجع قد حياتي كلها ما بهده، الين اخرف، الين استوي مره مولي ما اعرف شيء، لان ذكريات البرقع هنا واقفه الراس.